اوقات كتير لما تيجي تلمس حاجه كده سواء على الارض او رايح تفتح الباب مثلا بتسلم على حد فتلاقي نفسك بتتكهرب. هنا الموضوع بياخد حيز من الخوف من القلق عند بعض الناس وبيبدا يسال نفسه هل عندي كهرباء زياده في جسمي؟ هل في حاجه لا قدر الله الحاله دي توصفها العلمي ايه بالظبط؟ يمكن ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتورة سالمة مرزوق، أستاذ واستشاري تشخيص أمراض المخ والأعصاب والعضلات بجامعة القاهرة، معانا موجودة على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا. يا أهلا بحضرتك دكتورة. أهلا، أعتقد أن ما فيش حد يمكن يكون ما تعرضش للموقف ده، لما يحصل تلامس مع أي حاجة ممكن نحس أنه وكأنه كهرب أو اتكهرب. والله هو السؤال ده بالنسبة لنا سؤال مكرر جدا، وبالنسبة لنا سؤال لطيف، يعني احنا بنسعد لو هي دي الشكوى بس احنا بننبسط، يعني لو زي ما بنقول لو جت على قد البسيطة هينة يعني. بس هو لو بس نعرف ان ده معناه ايه، مبدئيا هي مش حاجة مقلقة، بس نفهم ايه اللي بيجيب لنا الشحنات الزايده دي. مبدئيا دي بتبقى شحنات خارجيه، يعني ده اول شيء مطمئن، يعني هي شحنات ما بتكونش داخل المخ ولا داخل العمود الفقري ولا داخل العضلات ولا بداخل الاعصاب. تمام. هي بتكون شحنات خارجيه على الجلد من الخارج، وبالتالي احنا بنحس بيها على اطراف الاعصاب اللي هي الاطراف الاستشعاريه للاعصاب الحسيه فقط، يعني كاني مثلا نفس الاطراف اللي بتحس بالسخونه والبروده، لو زي ما تكون مثلا مسكت كوبايه شاي او مسكت تلج او ايس، نفس الفكره. بس الـ بتولد ليه بقى؟ يعني نفهم بس ده معناه في الغالب ان الشخص عاداته الصحيه شويه مش عظيمه. بمعنى ايه؟ استخدام الملابس القطنيه عنده في مشاكل، مش بيستخدم في هدومه ملابس قطنيه بشكل كامل او بشكل يكفي، بيلجا للالياف الصناعيه اكتر مثلا، او صناعيه اكتر، او دايما حاجات صناعيه فيها احتكاك كتير، يعني فيها فريكشن كتير. يعني مثلا لو حد بيلبس كذا حاجه صناعيه فوق بعضهم ودايما ملامسين، فده زي ما يكون بيولد شحنات كهربائيه خارجيه على الجلد متواصله. الحاجه الثانيه كمان لو احنا متواجدين في اماكن فيها مجال مغناطيسي مستمر، يعني لو حد مثلا دايما تواجده جنب كابلات كهربائيه عاليه، دي حاجه برضو مفروض حد يكون، يعني لو بتحصل له كتير بشكل مبالغ فيه طول الوقت، بس يتاكد هل مثلا مكان المكتب بتاعه جنب شحنات كهربائيه عاليه، محتاج يغير مكان المكتب بتاعه، مكان النوم، مكان غرفه النوم، لان دي الاوقات اللي احنا بنقضي فيها عاده فترات طويلة، اللي هي فترات النوم أو فترات العمل. فدايما تغيير المكانين دول بيغيروا كتير قوي من الشحنات، ذات الكابلات الماجناتيك العالية. دول أكتر حاجتين مهمين. تمام. الحاجة التانية يبقى في أخشاب كتيرة في المكان. دايما المتعارف عليه إن احنا دلوقتي كل حاجة خشب بقينا بنغيرها، اللي هو الأخشاب الطبيعية، يعني للأسف بقينا بنغيرها لحاجات صناعية، بلاستيك، حتى الأرض بتاعت البيوت كله بقى دلوقتي مفيش خشب. طب بما إن حضرتك جيتي للنقطة بتاعت الأرض بتاع البيوت، يقال طبعا وما أعرفش مدى صحة الكلام ده إن إحنا نرمي ملح في الأرض ونمشي حافين، هل الكلام ده صح؟ لا، هو الفكرة فكرة الإيرثينج أو زي ما بنقوله الأرضي، ان انا ابقى دايما عامله ايرثينج لنفسي، هي فكره التلامس مع الاخشاب او التلامس مع حاجه بتفرغ الشحنات الكهربائيه. انا لو الارض اللي انا ماشيه عليها برضو صناعيه مش خشبيه مش هتفرق كتير.
يمكن ده انتشر دكتوره بعد كمان ان بقينا بنعتمد على حاجات كتير مصنعه. يعني زمان كانت اوض النوم السراير من الخشب مثلا، من الخشب، الارض من الخشب او من الرخام الطبيعي. لكن دلوقتي جداً. اعتقد ان يمكن المصنعات اللي بقت موجوده، الارض حتى وان كان ظاهريا خشب ولكن بالفعل هي ما هياش خشب، يعني هي مظبوط جدا. يعني عارفه حضرتك احنا اماكن اختبارات الاختبارات الاعصاب والعضلات بتاعتنا بنحرص ان لازم يبقى فيه ارضي. ارضي يعني ايه؟ زمان الاكباس كان فيها ثلاثي، يعني سالب وموجب وسلك ثالث ارضي، اللي هو اللي بيرمي الشحنات الكهربائيه الزايده اللي هي في المجال المغناطيسي عموما. كل الكهرباء دلوقتي بتتنازل عن الجزء ده، فالبديل ان احنا لازم يبقى فيه اخشاب في المنزل. احنا في المراكز بندق ماسوره لحد الارض، زي ماسوره المطافي كده. نعم. تبقى ماسوره من المركز عندنا، يعني مراكز التشخيصات العصبيه والتشخيص كهربائي تراكم المخ والعضلات والاعصاب، لازم الاجهزه بتاعتنا تبقى متوصله بزي ماسوره كده مدقوقه لحد الارض. ليه؟ بنقول عليها ايرثنج او جراوندنج، ان احنا نوصل نفرغ علشان الاجهزه ما تبقاش متصله او قاريه اي شحنات زايده. فنفس الشيء جسمنا على فكره، فلازم الجسم يبقى دايما متصل بخشب، يبقى فيه على. انا دايما بقول لاي حد بيشكيلي من الموضوع ده، الكراسي الخشب البسيطه خالص خالص، على فكره بتاعت القهاوي بتاعت زمان، اللي احنا كنا يعني بنشوفها حاجات بدائيه قوي وبسيطه، دي من افضل الاشياء مثلا، حتى في المطابخ، حتى على السفره، من وبالذات لو ما فيهاش كمان مسامير خشب، مسامير قصدي حديد. الحاجات المصنعة من الخشب الطبيعي هي أفضل شيء لتجنب كل مش هنلاقي الشكوى دي خالص. جميل. طيب. حتى لو اللي احنا لابسينه فيه حاجات صناعية. طيب دكتورة، ساعات واحنا بنسلم على بعض بنتكهرب، ما ببقاش عارف مين فينا اللي بيكهرب التاني، فلا انت اللي بتكهربني، لا ده انت اللي عندك كهرباء زايدة. هل في أي علامات أخرى عشان أعرف إن المشكلة عندي أنا؟ هو دايما 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 تكرار الموضوع مع الشخص، مع اشخاص اخرى، ده اللي بيحسسنا ان المشكله بتتزايد. بس لو انا يعني شلت كل المسببات، هي الفكره دي زي نفس فكره الحساسيه، يعني احنا بنشيل المسببات سبب ورا سبب ورا سبب، وده لوحده هيبقى كافي ان احنا اول ما هنشيل الاسباب هنكتشف ان خلاص القصه بتتحل. احنا صعب نشيل اسباب هنا، لان كلنا في الاستوديو هنا قاعدين بنكهرب بعض كل يوم، فصعب. كاميرات واجهزه فعلا. على فكره انا كان عندي مريضه لطيفه قوي صغيره، هي جابت غوايش خشبيه على فكره. يعني شو ابسط ساعات ابسط الحلول، يعني في بيلبسوا سبح من الخشب، في بيلبسوا ساعات غوايش خشب. يعني احنا بنحاول، انا دايما بقول ان الحلول الشخصيه ساعات كتير قوي قوي يعني بتساعد ساعات الانفايرمنت او اللي حوالينا. مفهوم. مش بيساعدنا بس احنا، يعني زي مثلا مرضى الصداع النسبي او مرضى الحركات الزايده، احنا بننصحهم يلبسوا نظاره زي فوتو بلو او عشان يمنعوا الشمس عن نفسهم، او يمنعوا الضوء المتقطع، لان انا ما اقدرش اقول لهم مثلا ما تركبوش مثلا عربيه مع الاخرين، او امنعوا النور مع الاخرين. فدايما الحفاظ على الذات بيساعد كتير، يعني السيلف بروتكشن زي ما بنقول عليه. والموضوع بسيط وبأبسط الحاجات، وانت ماشي في الشارع وعايز تقف في ظل اسند ظهرك على الشجره، ادي الخشب يعني، وادي الظل، واديك حليت مشكلتك. هي الحقيقه انه العلم وزياده المعلومات الشخصيه وازاي اطبقها، ده بيحسن حياه كل شخص. دي القاعده العامه، انا طالما عندي المعلومه وعندي فكره التطبيق اقدر اطبقها بابسط ابسط ابسط يعني طرق الحمايه الشخصيه. اكيد. طب امتى يا فندم نقرر ان انا لازم اروح لدكتور؟ لو حسينا ان في حركات، لان دايما الناس بقى بتتلخبط ما بين الاحساس
بالكهرباء. وفي ساعات بقى ناس تقول ان عندها رعشه داخليه. في الحاله دي بقى لان فعلا فعلا بيحصل اختلاط. لا، جمله انا عندي رعشه داخليه دي جمله فعلا خطيره، وساعات في امراض عصبيه بتكون محتاجه تدخل مننا في الاول في التشخيص. يعني احنا بقى بندخل مجسات للعضلات والاعصاب، بندخل نبص هل دي فعلا احساس من المريض ولا احنا فعلا عندنا مشكله داخليه في الاعصاب والعضلات مخليه المريض حاسس فعلا بالرعشه دي. وفعلا في امراض، يعني الف سلامه على الجميع، بتعمل المشكله دي وامراض سيريس علاجها بسيط بس بتتعالج تبقى ناس زي الفل. شكرا جزيلا لحضرتك دكتوره سالمه مرزوق، استاذ واستشاري تشخيص امراض المخ والاعصاب والعضلات بجامعه القاهره.